خطتنا القادمه ان احنا بنحاول يبقى في سيوله مروريه في جميع محاور القاهره، ودي خطه عاملينها وباذن الله ربنا يوفقنا في تحقيقها. بس هو العامل الاساسي فيها المواطن نفسه ومساعده المواطن نفسه. ان شاء الله لن تغيب شمس الامن عن مصر ما دامت على الارض حياه باذن الله. سياسة الوزارة القادمة عودة الانضباط التام للشارع بإذن الله، ودي هتبقى من أولى أولويات الوزارة. وطبعا الوزارة مش وزير، يعني الوزارة مجموعة الضباط المشرفين اللي موجودين والأفراد هي منظومة كاملة. بإذن الله كلنا هنتكاتف من أجل النهوض بالناحية الأمنية بإذن الله في مصر. بإذن الله باستمرار هيبقى الإسعاف كده، وفي خدمات هتتواجد بصفة مستمرة، وبإذن الله هنبقى في هذا الصورة قدام على طول. يعني استمرار الحملات على ظاهرة انتشار البائع الجائلين إن شاء الله هتستمر يوميا، وهنشوف لهم حل يوميا، وهنشوف مكان. يعني احنا دلوقتي انا بتفق مع سيادة المساعد ان احنا هنعمل لهم مكان على جنب الطريق، بحيث ان انا في حتة مش فيها شريان محور، بحيث يتواجدوا فيها ويبقى المحور ماشي.